إنه الله جل وعلا، فلا تتكبرا ولا تظنن أنني اليوم مشتاق لعبادة الله، فإني عابد، وإني غدا في كسل وفي ضعف، فإني شارد. لا تشرد عن طاعة الله ولا عن عبادة الله، لا بد من عبادة المولى جل وعلا. أيها الأحبة في الله، الاستقامة مراتب، الاستقامة مراتب، كما عدها الإمام الهروي: استقامة على الاقتصاد، تستقم على اقتصاد من كف العمل، على قدر طاقتك. في حديث الإمام مسلم، في حديث الإمام مسلم: إن هذا الدين متين، إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين. فأوغل في هذا الدين برفق، لكن أحب العمل إلى الله ما دوم عليه، أحب العمل إلى الله ما دوم عليه، أحب العمل إلى الله أدومها وإن قل، أن تداوم على العمل، أن تداوم ولو على ركعتين من الليل، أن تداوم ولو على جزء من القرآن، أن تداوم على أذكار قليلة، لكن أن تداوم، لأنك متى لم تداوم فمعنى ذلك أنني لا أستحضر كل الوقت رقابة الله، لا أستحضر كل الوقت أني عبد لله وأنه هو الله، أنني عبد وهو معبود، وأنني مخلوق وهو خالق، لا أستحضر كل تلك المعاني. فداوم على قليل عبادة وعلى قليل طاعة، تثبت تري الله عز وجل من نفسك إقرارا بالعبودية، افتقارا وانكسارا وإيمانا أنك يا رب أنت المستحق للعبادة، فلا يستحق العبادة معك شيء، لا جاه ولا مال ولا عيال ولا أي شيء، وإنما أنت وحدك من يستحق العبادة يا الله. فالمرتبة الأولى الاستقامة، الاستقامة في الاقتصاد، أي أن تقتصد في عبادتك لربك تبارك وتعالى. والمرتبة الثانية هي الاستقامة في الاجتهاد، الاستقامة في الاجتهاد، أن يكون الإنسان مجتهدا في عبادته، فأن يبقى على ذلك كله. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسأل النبي أن يعبد، يقول: يا رسول الله إنني ماذا أصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوم الاثنين والخميس. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم الأيام البيض. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي: فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما، وإياك أن تترك ذلك. فلما شاخ وطعن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص، صار صعبا عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يقول: يا ليتني أخذت بنصيحة النبي، يا ليتني أخذت بنصيحة النبي، أي أداوم على ما أطيق من العمل، أداوم على ما أطيق من العبادة. وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أيها الأحبة في الله، إنها الاستقامة حتى آخر لحظة. هذا محمد ابن شهاب الزهري كان على فراش مرض موته الأخير، فيأتيه الناس يدخلون عليه بكات، فقال: والله لقد ختمت القرآن الكريم أكثر من 10,000 مرة. وأما الربيع بن خثيم فقد دخلت عليه أخته وهو يعالج سكرات الموت، بكت، فقال: ابكي أو لا تبكي يا أختاه، ابكي أو لا تبكي يا أختاه، والله لقد ختم أخوك القرآن في هذه الزاوية أكثر من 10,000 مرة، والله ما سارت قدمي من بيتي إلا إلى المسجد، ولا سارت من المسجد إلا إلى بيتي، والله ما أذن المؤذن إلا وأنا خلف الإمام، والله يا أختاه ما فاتت أخاك تكبيرة الإمام خلف تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 عاما، منذ 40 عاما. إنها الاستقامة أيها الأحباب. كان يقال: الاستقامة عين الكرامة، وأعلى مراتب الاستقامة كما قال الإمام الهروي: أعلى مراتب الاستقامة
أن لا تشهد الاستقامة. فقال شهود الإقامة بأن يغيب عن الاستقامة، شهود الإقامة بأن يغيب عن الاستقامة بأنه مع الله جل وعلا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم لي ولكم أن يلهمنا رشدنا ويقنا شر أنفسنا وأن يثبتنا على العمل الصالح، إنه أهل ذلك ومولاه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى ومن بسنته وآثاره اقتدى. وبعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، فما أحوجنا دائما أبدا أن نتذلل إلى الله وأن نلح في السؤال والدعاء على الله أن يثبت الله عز وجل القلوب. فلا والله لا يثبت على العمل الصالح إلا الله، ولا يعين على طاعة الله إلا الله. فهو القائل جل من قائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهو القائل جلت أسماؤه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأقبلوا على الله لطلب الاستهداء، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولا تظنن أنك متى أنفقت قليل مال أو حتى كثير مال، متى قمت ليلة من الليالي أو تلوت جزءا أو اثنين أو عشرا من القرآن، فأن لك عند الله ضربة لازم أن يثبتك أبدا. لا والله، فقد حدثنا القرآن عن رجل من بني إسرائيل كان قد حفظ اسم الله الأعظم، كان قد تعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اسم الله الأعظم كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن قال جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا رجل من بني إسرائيل كان يسمى بلعام بن بعورة، وكان قد حصل اسم الله الأعظم. ولما أن أراد بنو إسرائيل التخلص من نبي الله موسى وقد صبر على إيلائهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. كانوا قد أذوه وكانوا قد أشدوا عليه الصلاة والسلام، فأتوا هذا الرجل يسألونه أن يدعو على نبي الله، يدعو على كليم الله، يدعو على الذي أخرجهم من مصر، على الذي استنقذهم من فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أتوا هذا الرجل، هذا العابد، أتوه وقد حصل اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فقال: يا أبو العام، هل دعوت على موسى؟ فما زال يغروه بالمال، وما زال يغروه بالنساء، وما زال يأملوه في دنيا بخسة، في دنيا فانية بدل الآخرة الباقية، ما زالوا به يغرونه بالكلام ويغرونه بالمكافآت. حتى مضى الرجل إلى المعبد ليدعو على نبي الله موسى عليه السلام، فركب حماره أجلكم الله، حتى وصل نقطة أبى الحمار أن يستمر، أبى الحمار المسيرة، ولكن الرجل كما قال جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قال جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وقال جل وعلا: كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفارا. فهذا رجل نسأل الله الثبات حتى آخر لحظة، نسأل الله الثبات حتى يوم اللقاء العظيم. اللهم نسألك الثبات على دينك يا رب العالمين. فأبى الرجل إلا أن ينزل عن حماره وترك الحمار ومضى إلى المعبد، حتى إذا وصل المعبد رفع يديه ليدعو على موسى وقومه، وإذا به يدعو على نفسه وقومه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحكى القرآن أيضا عن برصيص ذلك العابد إذ قال له الشيطان: اكفر، فأبى. فما يزال به وما زال ينتقل من معصية إلى معصية، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان: اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. الشيطان بريء منك، الشيطان يخاف الله رب العالمين. أيها الأحبة، أيها الناس، إنها أيام رمضان فلا تضيعوها، إنها ساعات، ساعات الطاعة فلا تضيعوها، إنها ساعات الرجاء والرحمة.
قد بدأنا في أول يوم من ثلث الرحمة، أوله رحمة في ثلث المغفرة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الآن يبدأ الجد والاجتهاد، الآن يبدأ العمل، الآن ننهى الكسل، الآن ننسى الكسل، ولا زمان الكسل، وجاء زمان النصب والجد والاجتهاد والتعب، جاء زمان القيام، جاء زمان القرآن، جاء زمان الطاعات. يا أهل الإسلام، يا أهل القرآن، يا أهل رمضان، يا أهل التراويح، لا يليق بنا أن نبدأ رمضان في صفوف كثيرة تقرأ القرآن وتصلي خلف الإمام، حتى إذا مضت 10 أيام تناقصت الصفوف عدد نصفها، ثم إذا مضى الثلث الثاني لم يبقى خلف الإمام إلا صفا أو اثنين، وفي العشر الأواخر كل البركات وكل الرحمات ومغفرة من الله ورضوان وعتق من النيران، وفيها ليلة هي خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. انفض عنك غبار الكسل، انفض عنك غبار الراحة، لا راحة في رمضان، لا نوم في رمضان. رمضان شهر الله، رمضان موسم الله، ليلك قائم ونهارك صائم، ولا تفتر من الليل أو النهار إلا قليل. هذا حال العابدين قبل أن يأتي يوم فيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلبي وقلوبكم. اللهم يا الله يا الله يا الله، اللهم يا الله يا الله يا الله، يا كريم يا كريم يا كريم، يا حليم يا حليم يا حليم، يا واسع يا ودود، يا واسع يا ودود، يا واسع يا ودود. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا الله، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيتك يا الله، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيتك يا الله، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيتك يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا أجمعين، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا أجمعين، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا أجمعين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير ليالينا أول ليلة من ليالي القبر يا كريم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير ليالينا أول ليلة من ليالي القبر يا حليم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وخير ليالينا أول ليلة من ليالي القبر يا عظيم. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن علمت إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحينا ما علمت أن الحياة لنا زيادة في كل خير، وأمتنا ما علمت الوفاة خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا ما علمت موتنا خير لنا يا رب العالمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة زيادة لنا في كل خير، وأمتنا ما علمت موتنا خير لنا يا رب العالمين. اللهم رباه يا الله يا الله. اللهم إن لنا إخوة جوعى، إن لنا إخوة عراة عطشى هناك على أرض الصومال وفي القارة السمراء. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فأحملهم، اللهم إنهم عطاشى فاسقهم، اللهم كن معهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين وفك قيد الأسرى والمعتقلين، اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين وفك قيد الأسرى والمعتقلين، اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين وفك قيد الأسرى والمعتقلين، ولا تبقي لذي حاجة حاجة إلا قضيت له عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم آمين آمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.